الرئيس عبد الفتاح السيسي يشارك في قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الإفريقي في نيروبي. وبوتين يعلن امتلاك مخزون كاف من القنابل العنقودية ويهدد باستخدامها على الجبهة الأوكرانية. وفي أخبار الاقتصاد، ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة خلال تعاملات أولى جلسات الأسبوع، المؤشر الرئيسي يسجل 3%. الثانية بالتفصيل من الفضائيات المصرية، مرحبا بكم. شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعاليات أعمال الجلسة الافتتاحية لقمة منتصف العام التنسيقي التابعة للاتحاد الإفريقي التجمعات الاقتصادية الإقليمية بالعاصمة الكينية نيروبي. بالفعل، ومن المقرر أن يلقي الرئيس السيسي كلمة خلال جلسة مغلقة يستعرض فيها خطة مصر في ظل ترأسها الحالي للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإفريقية للتنمية النيباد. وتعقد القمة بمشاركة 13 دولة إفريقية، منها 5 دول تشكل أعضاء مكتب الاتحاد الإفريقي و8 دول تشكل رؤساء التجمعات الاقتصادية الإقليمية بالقارة. هذا وقد تم استحداث قمة منتصف العام التنسيقية عام 2019 تحت الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي اتصالا بجهود الإصلاح المؤسسي للاتحاد. وفي إطار محور تقسيم العمل والمهام بين مفوضية الاتحاد الإفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية، فضلا عن تعزيز مسار التكامل الإقليمي بين دول القارة، خاصة ما يتعلق بالتكامل الاقتصادي والذي تعد أبرز خطواته إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تحت الرئاسة المصرية لعام 2019. وينضم إلينا هاتفيا من القاهرة سيادة السفير إبراهيم الشويمي، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون الإفريقية. سيادة السفير، بعد التحية، برأيك ما أهمية انعقاد هذه الدورة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الإفريقي، خاصة في ظل الأوضاع المتوترة في بعض الدول والتي تلقي بظلالها على العالم والقارة أيضا؟ هذه الدورة الحقيقة مهمة، لأن تم الاتفاق على بحث المسائل الاقتصادية مرتين في العام، يعني وهذه هي منتصف العام، فبالتالي بحث الأمور الاقتصادية، لأن الأمور الاقتصادية أساسية في حياة الشعوب. فإذا النبات خاصة بالتنمية وتسعى إلى دفع تقدم الدول الأفريقية إلى الأمام، وبالتالي فإن هذا الاجتماع مهم جدا وهو دوري لابد منه. مصر ترأس الآن دورة النبات لمدة عامين، وبالتالي فإن هذا اللقاء لقاء مهم جدا جدا للدول الأفريقية لأعضاء النبات. نعم سيادة السفير، كيف تسهم مثل هذه الاجتماعات في تحقيق التكامل الاقتصادي والتنموي بين دول القارة وحل العديد من قضايا القارة الإفريقية؟ طبعا هذه اللقاءات مهمة جدا، لأنها تضع الخطط وتضع الحلول للتنفيذ. مشكلة منطقة التجارة الحرة إلى الآن مشكلة ليست بسيطة، تحتاج إلى ترتيبات كبيرة خاصة بالعمالة وخاصة بالمصانع وخاصة بالزراعة وخاصة بالأدوات وخاصة بالاستيراد وخاصة بالتصدير. كل هذه الأمور لابد أن تبحث اللجان، فوجود القادة يدفع هذه الأمور إلى وجود حل. نعم سيادة السفير إبراهيم الشويمي، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون الإفريقية، كنت معنا عبر الهاتف ونشكرك شكرا جزيلا.
تمنى رئيس الكيني ويليام روتو رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي للجنة رؤساء دول وحكومات الوكالة الإفريقية للتنمية النيباد بشكل فعال، والتي جعلت النيباد يحقق إنجازات كبيرة خاصة بأجندة 2063 فيما يتعلق بالتكامل الإقليمي والقاري. هذا وقد وجه روتو خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لقمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الافريقي الشكر للرئيس السيسي على نجاحه في استضافة قمة كوب 27 في مدينة شرم الشيخ، والتي عادت إلى العالم صوتا موحدا لإفريقيا مثمرا، وساهمت في حل أكبر تحد وجودي للوجهة الإنسانية ألا أو للوجه الإنساني ألا وهو التغير المناخي. هذا وقد وسط الرئيس عبد الفتاح السيسي الصورة التذكارية لقادة الدول المشاركة في قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الإفريقي والمنعقدة حاليا بالعاصمة الكينية نيروبي. وخلال زيارته الحالية لكينيا يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي كذلك في جلسة البيئة والتغيرات المناخية، حيث سيلقي الرئيس كلمة بصفته الرئيس الحالي لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، يستعرض خلالها الجهود المصرية في مواجهة تأثير التغيرات المناخية على دول القارة الإفريقية. هذا وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيعقد خلال زيارته لنيروبي مباحثات مع الرئيس الكيني ويليام روتو لبحث آليات تعزيز أوجه التعاون الثنائي وكيفية التعامل مع مشاغل القارة الإفريقية، فضلا عن مناقشة مستجدات القضايا والملفات الإقليمية محل الاهتمام المشترك وسبل التعاون لبلورة أطر العمل الإفريقي المشترك. هذا وترتبط مصر وكينيا بعلاقات تاريخية ممتدة تعود لستينيات القرن الماضي، وتعتبر كينيا هي الشريك التجاري الأول لمصر في شرق إفريقيا، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري أكثر من 550 مليون دولار عام 2021. علاقات تاريخية متميزة تربط بين مصر وكينيا تعود إلى ستينيات القرن الماضي، عندما ساندت مصر حركات التحرر الإفريقية وفتحت أبوابها للزعماء الأفارقة الوطنيين وأمدتهم بكافة وسائل الدعم الممكنة وصولا إلى التحرر والاستقلال. وعندما تحولت كينيا إلى جمهورية عام 1964، كانت مصر سباقة إلى إقامة علاقات دبلوماسية مع هذا البلد الإفريقي. وخلال مؤتمر القمة الإفريقي الثاني ثمن الرئيس الكيني جومو كينياتا دور مصر الفاعل في مساندة بلاده والكثير من بلدان إفريقيا في التحرر من الاستعمار. لم يستطع الاستعمار أن يحقق آماله بأي حال من الأحوال، لأن الأخوة الإفريقية تجمع بيننا هنا نحن الشعب المصري وبين الشعب الكيني الباسل الذي دافع عن حريته ودافع عن استقلاله. فما أن حصل على حريته وما أن حصل عن استقلاله حتى قضي على الطوق الحديدي الذي أراد أن يفصلنا عن إخوتنا في إفريقيا. دخلت العلاقات بين مصر وكينيا مرحلة جديدة مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي بالزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس السيسي إلى كينيا في 18 من فبراير عام 2017. إن مصر وكينيا يربطهما شريان واحد وهو نهر النيل، وتاريخ طويل من التعاون البناء، وتتشاركان في ذات التطلعات والتوجهات، فالبلدان يسعيان لتحقيق التنمية والرخاء الاقتصادي لشعبيهما اعتمادا على إمكاناتهما الكبيرة وموقعهما الاستراتيجي. ونحن نؤمن بأن التعاون الاقتصادي بينهما سيكون عاملا حاسما في تحقيق هذه الأهداف. التزم البلدان بعدها بالارتقاء بعلاقاتهما الدبلوماسية الثنائية إلى مستوى شراكة استراتيجية،
كما تم الاتفاق على التسريع الفوري للعلاقات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية بين البلدين، ولا سيما في مجالات الإسكان والصيد والزراعة والأمن الغذائي والصحة والسياحة والطاقة المتجددة والتعاون في المجال الأمني، هذا فضلا عن التبادل الثقافي. وجاءت زيارة الرئيس الكيني إلى القاهرة لتعكس عمق الروابط المتينة التي تجمع بين البلدين، وشكلت فرصة متجددة لإعطاء دفعة لهذه العلاقات. وتميزت القمة المصرية الكينية بتقارب وجهات النظر البلدين حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما الاندماج بالقارة السمراء وإصلاح الاتحاد الأفريقي وإحلال السلام والأمن في القارة. وجسدت اللقاءات المتبادلة حرص الزعيمين الدائم على توطيد العلاقات الثنائية على كافة المستويات، فضلاً عن تبادل الزيارات بين كبار المسؤولين. ولأن الاقتصاد هو مكون أساسي في تعزيز العلاقات الثنائية، فقد حرص الجانبان على تكريس شراكة استراتيجية ترقى إلى مستوى العلاقات السياسية. وبلغة الأرقام، ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر وكينيا عام 2021 بنسبة 4.7%، كما ارتفعت الصادرات المصرية بنسبة 3.3% لتسجل 465.7 مليون دولار، ما يؤكد أهمية السوق الكيني إلى مصر، وكذلك ثقة المستورد والمستهلك الكيني في السلع المصرية. ويتعزز الحضور المصري على مستوى القارة بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاجتماع التنسيقي نصف السنوي الخامس للاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية في العاصمة الكينية نيروبي يوم 16 من الشهر الجاري. الرئيس السيسي سوف يجدد التزام مصر بالعمل الأفريقي المشترك وبمشاريع الاتحاد الأفريقي لتحقيق السلم والرفاه لشعوب القارة. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مستوطنا أصيب في عملية إطلاق نار جنوب محافظة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة. على صعيد آخر، اعتقلت قوات الاحتلال 4 فلسطينيين من محافظتي نابلس وبيت لحم بالضفة الغربية. وأوضحت مصادر أمنية فلسطينية أن مواطنا فلسطينيا أصيب بالرصاص الحي، بينما تم اعتقال 3 آخرين
بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها خلال اقتحام قوات الاحتلال لمحافظة نابلس. أضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية أبو نجيم في بيت لحم واعتقلت شابا فلسطينيا بعد تفتيش منزله. اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الهجوم الأوكراني المضاد الذي بدأ في يونيو الماضي لم يحرز نجاحا في مواجهة الدفاعات الروسية شرق أوكرانيا وجنوبها. قال بوتين في مقابلة تلفزيونية بثت اليوم، قال إن لدى جيشه مخزونا كافيا من القنابل العنقودية متوعدا باستخدامها على الجبهة في أوكرانيا حال استخدمت كييف هذه الأسلحة التي تسلمتها من واشنطن. كما قال بوتين إن الجيش الأوكراني يستخدم يوميا ما يصل إلى 5000 أو 6000 قذيفة عيارة 155 مليمتر على حد قوله. قال مسؤولون أوكرانيون إن مدنيا قتل أصيب آخر في قصف روسي على منطقة خاركيف، بينما أصيب 7 آخرون في قرية بمنطقة زابوريجيا. أوضح حاكم مدينة خاركيف أن روسيا أطلقت 4 صواريخ أرض جو من طراز S-400 الليلة الماضية على المدينة، وهو ما ألحق أضرارا طفيفة بمبنى سكني. من جانبه أشار حاكم زابوريجيا إلى أن القصف الروسي الذي استهدف إحدى القرى مساء أمس أسفر عن تهدم عدد من المنازل. هذا وقد نقلت وكالة رويترز الأنباء عن شهود عيان قولهم إن سفينة أخيرة غادرت ميناء أوديسا الأوكراني في وقت مبكر من صباح اليوم، وذلك بموجب الاتفاق الذي يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية من البحر الأسود، وقد توسطت فيه الأمم المتحدة، ومن المقرر أن ينتهي أجله غدا. وعودة لمتابعة مشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الافريقي والتجمعات الاقتصادية الاقليمية بالعاصمة الكينية نيروبي. ينضم الينا مباشرة من هناك الزميل علاء رشوان موفد اخبار مصر. علاء، بعد التحية اطلعنا على مزيد من التفاصيل حول مشاركة السيد الرئيس في هذه القمة في الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الافريقي ولقاءات السيد الرئيس المتوقعة على هامش اعمال هذه الدورة. تحياتي إليك زميلي محمد. في هذه الأثناء يستعد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة في جلسة مغلقة هامة حول دور وكالة التنمية الإفريقية النيباد في ظل رئاسة مصرية استمرت لعامين على صعيد تعزيز التكامل والتعاون الاقتصادي القاري بين دول القارة الإفريقية، وتحديدا بين التكتلات الاقتصادية الكبرى في القارة السمراء. السيد الرئيس سوف يلقي كلمة مصر الهامة حول هذا الموضوع، وأيضا حول الجهود الرئاسة المصرية في تنفيذ مقررات القمم السابقة، خاصة قمة عام 2019 التي أقرت تحقيق وتنفيذ منطقة التجارة الحرة منذ عام 2019 تحت الرئاسة المصرية للاتحاد الافريقي انذاك. السيد الرئيس سوف يعرض خلال هذا التقرير الهام اخر جهود الدولة المصرية في تحقيق هذا التكامل الاقتصادي بين دول القارة الافريقية وبين مفوضية الاتحاد الافريقي، واخر الخطوات التنسيقية لتحقيق اهداف الخطة العشرية من اهداف خطة التنمية المستدامة في قارة افريقيا حتى عام 2063. بعد هذه الجلسة سوف يحضر أيضا السيد الرئيس جلسة مغلقة أخرى تدور حول المناخ والتغيرات المناخية. يعرض سيادة الرئيس خلال هذه الجلسة المغلقة كلمة مصر وجهود الرئاسة المصرية بصفة السيد الرئيس رئيسا دوريا حاليا لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27. سوف يستعرض السيد الرئيس جهود الرئاسة المصرية بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين
المستثمرين في العمل على التقليل من حدة التأثيرات السلبية على عمليات التنمية المستدامة في قارة إفريقيا، بالإضافة إلى موضوعات تتعلق بتشكيل وتكوين صندوق التعويضات والخسائر، بالإضافة إلى استشراف مستقبل الطاقة النظيفة والمتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر والتحول إلى الاقتصاد الأزرق في قارة إفريقيا. في هاتين الجلستين سوف يكون الحضور كامل العدد، 13 دولة تحضر هذه القمة، بالإضافة إلى رؤساء التكتلات الاقتصادية الكبرى في قارة إفريقيا وأيضا شركاء التنمية سواء الإقليميين أو الدوليين. في خلال ذلك السيد الرئيس سوف يعقد قمة ثنائية تجمعه مع الرئيس الكيني ويليام روتو. هذه القمة الثنائية الهامة تعد ثالث لقاء بين الرئيسين، ولكن تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري، في ضوء تزايد الرغبة لدى الجانب الكيني على أو إلى الاستفادة من الخبرات المصرية العريقة في مجالات حيوية وهامة مثل مجالات الإنشاءات، البنية التحتية، تحلية المياه، الصحة، الصناعة، الدواء، الزراعة وغيرها من هذه المجالات الهامة التي يحتاجها الجانب الكيني. القمة سوف تتطرق بطبيعة الأحوال إلى تبادل الرؤى حيال عدد من المستجدات الإقليمية على صعيد الأزمة في السودان، الأوضاع في الصومال، الأوضاع في منطقة الساحل والصحراء، بالإضافة إلى جهود مكافحة الإرهاب وعدة قضايا أخرى ذات اهتمام مشترك بين القاهرة ونيروبي. نعم محمد. الزميل علاء رشوان مراسل أخبار مصر، سنتواصل معك أولا بأول في تغطيتنا الإخبارية حول القمة التي يشارك فيها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعاصمة الكينية نيروبي. أشكرك شكرا جزيلا. نجدد لكم تحية. أعلنت السلطات الإسبانية إجلاء أكثر من 2000 شخص بسبب حرائق الغابات في جزيرة لا بالما بعد اتساع نطاقها وخروجها عن السيطرة، ذلك في الوقت الذي تجتاح فيه أوروبا موجة من الطقس الحار، وشهدت أجزاء كثيرة من جنوب إسبانيا ارتفاعا في درجات الحرارة التي تجاوزت 40 درجة مئوية الأسبوع الماضي. ومن المتوقع أن تواصل درجات الحرارة الارتفاع هذا الأسبوع في إسبانيا وجنوب أوروبا. من جهة أخرى، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في فرنسا حالة الطوارئ في 9 أقاليم بوسط وشرق البلاد لمواجهة موجة الحر الشديد، وسط توقعات باستمرار تسجيل درجات حرارة قياسية مرتفعة بسبب الاحتباس الحراري. وفي كوريا الجنوبية، قالت السلطات ووسائل إعلام محلية قالت إن جثث 8 أشخاص قد انتشلت من نفق غمرته مياه الفيضانات، مما رفع عدد القتلى جراء الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها البلاد منذ أيام إلى 35 قتيلا. كما قالت السلطات المحلية في سيئول إن الأمطار الغزيرة أدت لفيضانات عارمة وانزلاقات للتربة على مساحات واسعة من الأراضي، كما حصرت عشرات الأسر ممن تحاول قوات الأمن إنقاذهم. أحالت النيابة العامة ضابط شرطة وخمسة آخرين إلى المحكمة الجنائية في أحداث سيدي براني بمرسى مطروح، وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين لمعاقبتهم عما اقترفوه من جرائم في الأحداث الواقعة بمنطقة سيدي براني بمرسى مطروح، حيث كانت النيابة العامة قد تلقت في 11 يوليو إخطارا من قسم شرطة براني بوفاة شخص أثناء استيقاف الشرطة سيارته خلال مأموريتها الأمنية للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية والاتجار في المواد المخدرة، وأن الأهالي تجمهرت أمام ديوان قسم شرطة سيدي براني إثر حادث الوفاة، وهو ما أسفر عن وفاة أحد أفراد الأمن وحدوث تلفيات بالممتلكات العامة. هذا وقد أجرت النيابة العامة تحقيقاتها كذلك في واقعة تجمهر أشخاص بشوارع المحيطة بديوان قسم شرطة سيدي براني لاقتحامه على أثر الواقعة السابقة، وهو ما نتج عنه إصابة 4 من قوات الأمن أثناء إلقاء القبض على المتجمهرين. تم ضبط 8 منهم، قام أحدهم بدهس أحد أفراد الأمن وهو ما أدى إلى وفاته متأثرا بإصابته.
أطلقت وزارة الزراعة الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية على مستوى الجمهورية، وقد ناشدت الوزارة المربيين بضرورة التعاون مع لجان التحصين حفاظا على ممتلكاتهم من الثروة الحيوانية. ومن بين القرى التي استهدفتها الحملة في يومها الأول قرية سندوة والتي تتبع مركز الخنكة بمحافظة القليوبية. في ريف مصر وفي مواقع تربية الثروة الحيوانية على مستوى الجمهورية، نشرت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة فرقها لتنفيذ الحملة القومية الثانية للتحصين ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع هنا في قرية سندوة التي تتبع مركز الخنكة بالقليوبية. حطت إحدى الفرق رحالها لتحصين الماشية. في لجان مركزية تستقبل اللي جاي لها، وفي لجان متحركه زي ما انت شفت كده، احد المربين وهم ما شاء الله بنجي له لحد عنده، بنوفر عليه وقته، بنوفر عليه المجهود، وبنسهل عليه عمليه التحصين، ما بيحصنش بايديه، اطباء اللي بيحصنوا. وتوفر الهيئه العامه للخدمات البيطريه الامصال المناسبه وكافه التجهيزات لإنجاز أعمال التحصين. كل متطلبات الحملة من لبس، من مستلزمات، من لقاحات بتوصل لنا في عربية ثلاجة مخصوص بمواعيد معينة. كل عدد محافظات في يوم معين بيروح يستلم اللقاحات، بتتخزن عندي في المديرية في أوضة ثلاجة، بعد كده بتبتدي توزع على الإدارات كل واحد حسب تعداده. وبينما تشدد وزارة الزراعة على أهمية ترقيم وتسجيل الماشية، تدعو المربين للتأمين عليها. التأمين ده خدمة بتقدمها الدولة للمواطن، نظير مبلغ رمزي خالص حوالي 200 جنيه بياخد من خلاله كشف مجاني في الوحدة، علاج مجاني في الوحدة، لو نفقت الحالة بتاعته بتديله تعويض، بيصرف ردة شهريا مدعمة من المطاحن. ويقوم الإرشاد بدور مهم لخدمة المربين علشان بيوصل التوعية الإرشادية الخاصة بعملية التحصين لدى المربين، وكمان بيعرف الناس بطرق الوقاية من الأمراض سواء إذا كانت أمراض مشتركة أو أمراض خاصة بالطب البيطري لإصابة الحيوانات. المواطنون عبروا عن سعادتهم بهذه الحملة. جيت برضك عشان أحصن بهايم. ليه؟ عشان الحمى القلاعية والمرض السيم وكده يعني. مفيد بالنسبة لك الحملة؟ آه طبعا. ليه؟ بحمي بهايمي وبحمي حكي. تكاليف معقولة تمام، البيمة بياخدوها 22 جنيه حاجة زي كده، 22.5. بالنسبه للطالما الحمد لله البيمه ما بيجيلهاش حاجه، ما لهاش لازمه خالص، اهم حاجه سلامه البيمه بتمشي معاها تمام، كله تمام. يعني كمربي الحمد لله تخدمنا، امال ايه لولا هي، لو البيمه جت لها حمى قلاعيه بتبهدلنا. وتمتلك محافظه القليوبيه اكثر من 45 الف راس من الضأن ونحو 127 الف راس من الجاموس والابقار. وتحرص الحمله القوميه للتحصين ضد الحمى القلاعيه وحمى الوادي المتصدع على الوصول للمربين اينما كانوا من خلال لجان ثابتة ومتحركة حفاظا على ثروتهم الحيوانية وتحقيقا للأهداف القومية المرجوة باعتبار أن الغذاء مسألة أمن قومي. من قرية سندوة بالقليوبية، محمود العزالي، التلفزيون المصري. في إطار احتفالات محافظة القاهرة بعيدها القومي، افتتح وزير التنمية المحلية اللواء هشام أمنة يرافقه محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال معرض الحرف اليدوية الذي تقيمه المحافظة بحديقة الحرية. نتابع. الحفاظ على الحرف التراثية للقاهرة التاريخية يستحوذ اهتماما كبير من الدولة المصرية، هذا ما أكد عليه معرض القاهرة للحرف اليدوية احتفالا بالعيد القومي للمحافظة. افتتح المعرض اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة. الدولة دايما اهتمامها الأول والأخير هو إيجاد فرص عمل وخاصة الشباب، وذلك هناك توجيهات رئيسية من فخامة السيد الرئيس دائما على رعاية هذه المشروعات والدعم الكامل لهم. هدف من أهداف السيد رئيس الجمهورية نحن نساعد كل الصغار الموهوبين من الناس اللي عندهم حرف متوسطة أو صغيرة على مستوى جمهورية مصر العربية كلها. عايز أقول إن إحنا يمكن في تعاون كبير بيننا وبين الجهاز وبين المحافظات وعلى رأسها محافظة القاهرة. عايز أقول إن هناك موقع اسمه أيادي مصر لكل شباب مصر ورعاه فخامة رئيس الجمهورية بنفسه لتسويق منتجات الشباب
الشباب. ويعد المعرض فرصة جيدة لتسويق المنتجات التراثية وتقديم الدعم لأصحاب الحرف وتشجيعهم من خلال توفير منافذ لبيع وعرض منتجاتهم في مناطق حيوية بأسعار مدعمة تناسب المواطنين. احنا برنامج تبع الكنيسة الاسقفية هدفه ان هو يدعم المرأة وهي موجودة في البيت انها تشتغل وتتمكن من الشغل، وان الشغل ده يكون مصدر رزق ليها وتعتمد عليه اعتماد كلي. ومن خلال جهاز المشروعات احنا بنقدر نعرض البرنامج المنتجات بتاعتنا، وده بيساعدنا جدا جدا في التسويق. التسويق يعتبر ليا فور فري، في حاجات كتير بننزل فور فري، يعني المعرض ده احنا نازلينه اصلا اوريدي فور فري بدون اي مقابل خالص ولا اي رسوم. بقالي حوالي 10 سنين مع جهاز تنميه المشروعات، دايما بيدعمنا ومن خلال القروض وتمويل المشروعات وبيساعدنا ان احنا نسوق المنتجات بتاعتنا. المعرض والذي حضره نخبه من سفراء العديد من الدول قدم لهم من خلال المعروضات نبذه عن هويه التراث المصري، وعرفهم على جمال الحرف اليدويه المصريه والتي اذا اقتنوها اصبحت ايقونه للابداع الفني المصري في بلادهم. This exhibition is representative of the هذا المعرض يمثل عظمة التراث المصري عبر التاريخ، ويبرز التعددية في الفن المصري والتي تشكل هوية الحضارة المصرية. لذا كان من دواعي سروري حضور هذا المعرض، لأن من مهامي كسفير علي أن أدرك جيدا ثقافة الدول. هذا زيارة ثانية لمشاركة في المعرض الشغل اليدوية، ودائما أعجب أن يعني الشغل التي موجودة يصنعون مصريين. وكما تعلمون لأن كازاخستان يحتل المرحلة الأولى بالسياح من عدة السواح، حوالي 200 ألف سواح يزورون إلى مناطق سياحية والقاهرة. توفير فرص عمل للشباب من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أهم أهداف الدولة المصرية في الوقت الراهن، لما تحقق هذه الحرف في الحفاظ على الهوية التراثية لمصر التاريخية. هنا نحال للتلفزيون المصري. انطلقت فعاليات المهرجان الصيفي بدار الأوبرا المصرية، حيث استمع الجمهور على مدار ساعتين بمونولوج من فات أديموتاه الذي قدمه طلبة كلية تربية موسيقية بجامعة حلوة. نتابع. أمسية فنية رائعة أحيتها فرقة صوت العاصمة التابعة لجامعة حلوان، افتتح المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، وحملت الأمسية شعار مونولوج من فات أديموتاه. أنا بتكلم في عمالقة عملوا مونولوجات، إسماعيل ياسين وسكوكو وسرايا حلمي، ناس عظيمة جدا. وعلى ده على المستوى الغنائي والتمثيلي كمان. يعني المعروف ان مهرجان الصيفي دايما بيكون الجمهور فيه مجموعه من الشباب، فاحنا النهارده هنقدم لهم قيم اتقدمت من الزمن الجميل، والاول مره بتتقدم على مسرح دار الاوبرا المصريه النهارده بشباب كليه التربيه الموسيقيه ضمن فريق كبير من 60 طالب وطالبه، هما فريق صوت العاصمه. مجموعة من السكتشات والثنائيات الغنائية الساخرة التي خلدتها ذاكرة الفن قدمها طلبة كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان، ومنها ادي العيش لخبازو لثريا حلمي، وقلبي يا غاوي لشويكار وفؤاد المهندس، إضافة إلى إبداعات إسماعيل ياسين وفريد الأطرش والشادية. أغلب الأغاني بتاعتنا مونولوجات، هو أصلا البرنامج اسمه مونولوج، بنعتز بأديبنا وشعرنا من فات أديموتاه، وإن شاء الله يكون يعني حاجة لطيفة النهاردة كده وتنبسطوا بيها إن شاء الله. مشاركتنا في افتتاح مهرجان الصيفي للأوبرا ده هيضيف لنا كتير، وإحنا طبعا حضرتك زي ما قلتي الفنانين كبار وعظام، فإن إحنا نحيي حاجة زي كده تاني في الأوبرا ده أكيد ده هيبقى شرف لينا. فخر كبير وفرصة عظيمة جدا جت من دار الأوبرا، وفرصة كبيرة جدا إن مساحة كبيرة من مريدين دار الأوبرا إن هم يتفرجوا ويستمتعوا بالمونولوج والحاجات اللي تعودنا عليها زمان وتربينا عليها وإحنا صغيرين. اقبالهم جماهير
افتخاري كبير على أولى فعاليات المهرجان الصيفي لدار الأوبرا المصرية، والذي قدمته فرقة صوت العاصمة لكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان، وقدمت خلاله مجموعة من الاسكتشات والمونولوجات لأشهر فناني الزمن الجميل، ومنهم شكوكو وفؤاد المهندس. لمياء موافي، التلفزيون المصري. أخبار المالية والأعمال لنشرة الثانية، أهلا بكم. عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبول اجتماعا لاستعراض حزمة من الحوافز الجديدة للمستثمرين الراغبين في إقامة مشروعات في المناطق المركزية للأعمال. المقترح الخاص بالمحفزات يتضمن دراسة إمكانية الترخيص لمناطق أعمال مركزية لإقامة مشروعات مالية وخدمية وتجارية وإدارية وسكنية وفندقية وغيرها من الأنشطة المكملة لها. وفي هذا الصدد وجه رئيس الوزراء بأن تكون هناك معايير واضحة للمشروعات التي ستحصل على هذه المحفزات، سواء لمساحة المشروع أو تكلفته الاستثمارية، وكذا الاستثمارات الواردة من الخارج وغيرها من المحددات. على صعيد متصل، التقى رئيس الوزراء الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة لمتابعة عدد من ملفات العمل. وقد استعرض هيبة مستجدات منح الرخصة الذهبية للمشروعات التي تقدمت للحصول عليها وموقف الشركات التي حصلت على هذه الرخصة، مشيرا إلى أن هناك مجموعات عمل تتولى المتابعة لحين بدء تشغيل هذه المشروعات. كما تم استعراض رؤية الهيئة ودراستها بشأن إنشاء 3 مناطق حرة جديدة في كل من الإسكندرية 10 من رمضان ومدينة 6 أكتوبر، خاصة أن هناك عدة طلبات من المستثمرين في هذا الخصوص. أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أنه سيتم خلال منتدى مصر للتعدين 2023، والذي ينطلق بعد غد الثلاثاء تحت شعار البناء على 120 عاما من الاستكشافات الجيولوجية لمستقبل مستدام منخفض الكربون، أنه سيتم استعراض أحدث الفرص الناشئة في مجال التعدين المصري والتطورات الإيجابية فيما يخص السياسات والتراخيص والتشريعات، بالإضافة إلى فرص الاستثمار والاستكشاف وآليات مواجهة التحديات العالمية والصناعية ودفع الحوار حول التكنولوجيا والاستدامة والمشاركة والحصول على معلومات قيمة لتأمين المشروعات وتنمية الاستثمارات. هذا ويشهد المنتدى حضورا عالميا من المتخصصين والخبراء الدوليين وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في قطاع التعدين في مصر، والذي يشهد تحولات غير مسبوقة في التشريعات والإجراءات، كما يسلط الضوء على خريطة طريق مستقبل التعدين في مصر والاستثمارات والشراكات كعامل رئيسي لإطلاق إمكانيات قطاع التعدين. استقبل نائب رئيس المنطقة الاقتصادية للمنطقة الجنوبية وليد يوسف وفدا برازيليا يعمل في مجال تنمية الزراعة والبيئة، وفدا مرافقا من غرفة التجارة العربية البرازيلية، وذلك للتعرف على جهود المنطقة الاقتصادية وشركائها في مجالات التنمية الخضراء والحلول البيئية، بالإضافة إلى أبرز الحوافز الاستثمارية المباشرة وغير المباشرة داخل المناطق الصناعية والموانئ التابعة وبحث سبل التعاون المشترك. وخلال اللقاء تم تقديم عرض تفصيلي عن مناخ الاستثمار وما تملكه المنطقة الاقتصادية من مقومات، بالإضافة إلى الموقع الجغرافي ومدى قربها للأسواق الخارجية وتعاملها باتفاقيات تجارية دولية عدة من شأنها تسهيل نفاذ البضائع والمنتجات لأسواق متنوعة. وقد أدى الوفد التجاري البرازيلي اهتمامه بالاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيدا بالفرص الكبرى المتاحة للتعاون مع المنطقة كشريك عالمي لديه استراتيجية واضحة للمستقبل. ننتقل إلى البورصة المصرية، التي ارتفعت مؤشراتها ارتفاعا جماعيا خلال تعاملات اليوم الأحد أولى جلسات هذا الأسبوع وسط اتجاه شرائي للمؤسسات المحلية والعربية. وقد ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية جاك 30 بنحو 0.3% ليصل إلى مستوى 17400 نقطة. كما صعد المؤشران إي جي أكس 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة وإي جي أكس 100 الأوسع نطاقا بنسب تراوحت بين 7% و6%.
أعلن البنك المركزي المصري عن تعطيل العمل 4 أيام اعتبارا من الخميس 20 من يوليو وحتى الأحد 23 من يوليو، وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية من عام 1445 وعيد ثورة 23 من يوليو، على أن يتم استئناف العمل صباح 24 من يوليو. وقعت المملكة المتحدة على مذكرة للانضمام إلى الاتفاق الشامل للشراكة العابرة للمحيط الهادئ، وهو تكتل تجاري يضم عدة دول في آسيا والمحيط الهادئ. وتعد بريطانيا هي أول عضو جديد وأول دولة أوروبية تنضم إلى هذا التكتل الذي يتكون من 11 دولة، هي أستراليا، برونوي، كندا، تشيلي، اليابان، ماليزيا، مكسيك ونيوزيلند وبيرو، بالإضافة إلى سنغافورة وفيتنام. وذلك بعد أو منذ أن تم تشكيله في عام 2018. هذا ومن شأن الاتفاق أن يزيد من قدرة الشركات البريطانية على البيع لسوق يضم ما يقرب من 500 مليار شخص. والختام بالعناوين. الرئيس عبد الفتاح السيسي يشارك في قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الإفريقي في نيروبي. وبوتين يعلن امتلاك مخزون كاف من القنابل العنقودية ويهدد باستخدامها على الجبهة الأوكرانية. مسبير دوت اي جي عنواننا الإلكتروني. سيداتي والسادة، نشرات ثانية ظهرا عرضنا لها من التلفزيون الرئيسي. نلقاكم دائما على خير إن شاء الله. في أمان الله.